السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم البنات اليوم كما تتشوفوا بغيت نشارك معاكم واحد الطريقة ديال السردين تتجي سهلة وبنينة ومزيانة، وبغيت نشاركها معكم البنات وسهلة. تناخدو السردين ديالنا بحال هكا، تنقيوه وتنغسلوه مزيان وتنخليوه يتقطر وتنشرملوه بحال هكا البنات. تنشرملو بالتشرميله ديالو، التشرميله ديال الحوت كلشي تيعرفها. تنديرو في التشرميله الزيت والربيع وشويه ديال الكمون وشويه ديال الثومه وشويه الحامض، والمهم التشرميله ديال الحوت ها هي. تنشرملو فيها الحوت السردين ديالنا بحال هكا، وتنحتاجو الخضره حتى هي. تنهزو شي 4 ديال المطيشات تنقشروهم وما تنعصروهمش، تنقشروهم وتنقطعوهم بحال هكا البنات. والفلفل حتى هي تنشويوها وتنقطعوها بحال هكا، والدنجال حتى هو البنات تنقطعوه رقيق بحال هكا، وتنشويوه في الفران البنات، هو والفلفله والقرعه حتى هي، والقرعه خضره حتى هي تنشويوها بحال هكا البنات. تنقطعوها رقيقه وتنشويوها في الفران بحال هكا، تطلق تنشويوها. المهم هاد الماكله صحيه، ما فيها الزيت بزاف، ما مقليه ما والو، وفيها مطيشه محكوكه، فيها شويه الزعتر وشويه الكمون شويه مطيشه الحك وشويه الزيت المهم هاد لاصوص ديال المطيشه هادشي تنحتاجو. المهم هادشي اللي كاين في هاد لاصوص البنات، وشويه الزعتر تنحتاجو شويه الزعتر وصافي البنات. وتنوجد الطوا ديالنا وتنقادو نبداو نروحو للطوا ديال الفران. صافي نستفوه في الطوا ديالنا يا البنات وندخلوه للفران ونبداو في الطريقة ديال هاد السردين البنات. تندوزو للطريقة بحال هكا البنات، تنهزو السردين وتنهزو شوية ديال القرعة بحال هكا، تنهزو الدنجال تا هو بحال هكا. المهم هاد الطريقة البنات ساهلة ومزيانة، تنرولوه بحال هكا بحال هكا البنات. وصحي هاد السردين البنات، صحي فيها الخضرة وفيها غير العطرية ما فيش. المهم البنات ملي تنقادو السردين ديالنا بحال هكا، تنرويو بحال هكا، تنقادوه بحال هكا، وتنهزو لاصوص ديالنا ديال المطيشة بحال هكا، وتنفرشوه في الطاوة. هاد الأكلة البنات صحية وسهلة وبنينة. ملي نسرحو لاصوص ديالنا بحال هكا ونعاودو نستفو فيه السردين، نكملو ونرجع لكم البنات. المهم البنات تنستفوه تنكملو وتنعاودو نديرو عليه ديك الفلفلة اللي شوينا والمطيشة، ونزيدو عليه شوية الزعتر. كيجي بنين البنات وصحي، ما فيهش الزيت بزاف وما فيهش. المهم تنستفو المطيشة ديالنا بحال هكا، واللي بالحار تيزيد الحار.
الفلفلات تاعيتها تنحطوها بحال هكا. المهم البنات هذا الأكلة تجي بنينة، ديرو على الغداء ولا العشاء، وتنكملو هاد الشي وتنعاودو نزيدو شوية الزعتر، واللي بال حار يزيد الحار، راه تجي بنينة حتى بالحار، وتنزيدو شي شوية ديال الزعتر بحال هكا، تيعطيها الزعتر واحد النكهة لذيذة بزاف بنين. تنقدر ندخلو على البنات للفران واحد نص ساعة ونخرجو تنقدموه تيجي بنين البنات. المهم اللي تنخرجو الحوت تاعو، الحوت ديالنا خرجنا، ملي تنخرجو تنقدموه فشي طبيسيل كيجي بنين وسهل وخفيف البنات، تنتمنى تجربوه. المهم انا تنخليها نص ساعه في الفران حيت كان نقص العافيه بزاف، اما الا زربانه الا زربانين ولا شي حاجه تتحط تخليوها ربع ساعه في الفران، انا تنقص عليه العافيه وتنخليه راه طيب تيجي بنين وفيه الخضره فيه كل شيء بالنسبه للدراري الصغار تيعجبهم. المهم البنات هو السردين ديالنا ملي تنقدموه بحال هكا في الطبيسيل كيجي بنين وصحي وفيه الخضره بالنسبه للدراري الصغار، مزيان بزاف البنات، وتنتمنى تجربوه ويعجبكم وسهل بزاف. بصحتكم وراحتكم البنات، تيجي بحال هكا سهل وبنين وصحي، وتنتمنى تجربوه وتديروا فيه شي شويه الزعتر والفلفله حاره، تنتمنى تجربوها البنات ويعجبكم. السلام عليكم.